وفي تصريح خاص لمركز الأخبار على هامش الجلسات العامة لأعمال المنتدى 19 للأمن الإقليمي حوار المنامة، أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على أهمية مضامين الحوارات والنقاشات التي تدار في المؤتمر حول الوضع في قطاع غزة، مؤكدا على دور المؤتمر في توضيح وجهات النظر أمام العالم أجمع. حوار المنامة جه في وقت في أحداث تتعلق بالوضع الفلسطيني وما هو ما يجري في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية كلها، وبالتالي النقاش هنا بيدور حول ذلك بصفة خاصة. وطبعا الاستماع إلى وجهات النظر ما تجدش وجهات نظر مختلفة، في وجهات نظر كلها تتحدث عن أنه أصل الموضوع يجب علاجه، وأنه اللي حصل في 7 أكتوبر كان نتيجة ورد فعل لما حدث ويحدث في الضفة وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. فالحقيقة أنه المؤتمر المنامة جه في وقت مناسب جدا لمناقشة هذه الأمور وفتح الموضوع ده أمام الحضور اللي جاي من أركان العالم الأربعة، ويجب يفهم حقائق ما يجري. وأعتقد أنه تماما كما يقال أنه مش لا يمكن الرجوع لما كان قبل 7 أكتوبر، إنما أيضا يجب يكون إحنا نصل إلى موقف يخدم القضية دي ونخلص من الـ 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 الأبعاد السيئة، الأبعاد الخطيرة للوضع في الأراضي المحتلة.